فيما يخص المقابلة، كما أعتقد أنها مقابلة نسائية، ما كانت سهلة. نظرا للمكانة ديالنا اللي كنا فيها، ونظرا لأننا عضو به حديث أنه باش التحق، لأنه درت جوج الحصص الدينية للتطوع، درت الحصص الدينية ما كانتش كاملة بتاتا، اشتغلنا على عدة أشياء اللي هي باش أننا نوجدوا المقابلة ديالنا ونخفيو شيئا ما داك لي طوندون داشي اللي عندنا، الأخطاء اللي كاينة بزاف، و حاجة اللي هي بين الهيال هو الجانب البدني، بعد الجانب البدني اللي هو كيفاش تعانينا شيئا ما في التالي. واحد الوقت اللي تسجلنا في الإصابة ديال التعادل، كنعتقد جيتي أبلي بار إن كاتيبليت ديناميو سي غرا 20 جورني، خمسة ديال الناس كيطلبوا الشونجمون، حاولت أنا نهضر معاهم دو فاسون واحد لا مانيير سيكولوجيك باش أنني نطلع شنو المعنويات ديالهم، لأنهم هما على فوا إيزو أونكيسي وديجا لا فاتيك كاينة، حطوا يديهم كلشي كيطلب شونجمون بسون سيتي لي نون، خمسة ديال الناس كيطلبوا شونجمون وكاين واحد ثلاثة منهم ما خرجتهمش. دونك سيتي ديفيسيل، ديو ميرسي الله تبارك وتعالى كبير انه انتصار الفريق حسن زكريا، النادي الجماهير ديالو ليكون كل شيء هذا يعطيني بوفي الاكسجين باش نشتغلو، مع العلم على انه كاين صعوبات كثيره كثيره انا كنوزن غلطي، وسبحان الله العظيم بعض المرات الحاجه كتعاود بحال هاد الوقت راه كنا جالسين La seule et l'unique mission, c'est de sauver le Hassani Abdelgadi, chose qui a été faite avec Brio, Abdullah, Salam Nadia. J'étais appelé dans le plafond pour l'amour que je porte pour la ville, pour Hassani Abdelgadi, pour Nessa, pour Jumoura. Donc, il y a un moment هذا هو لوطوفاس ديال لو ميتي، هو انك ما كتاكلش ما كتنعاش الا كنتي كتاخذ الميتي افيك فوكاسيون افيك امون، وكتاخذو باخلاص وتفاني، فكنعتقد ربي جزا الدراري هاد الدراري انهم طبقوا وحطوا كلشي اللي عندهم حطوا عليهم هاد الدراري زعما اون تيري لا فورس دو لا فيبليس. On a tiré une force de la faiblesse. On jouait contre un monde, il y a un Chissel, et notre champion, le Raja, c'est un tonneau du football national et africain. Il est pitré de qualité, il nous disait qu'il a une Sabahel. Aussi, la stratégie, les gens, nous disons que je suis le من أنكسرش من أنكسرش ونحاولوا نكونوا خاطرين عليهم مرة ومرة، لأن كنا نزيدوا سكوري، ولكن في الكونتي أون روفير الفرقة كتحس بها أنها صعيبة، وكانت ماركيك في أي وقت كانت ماركيك، إنما كنبغيش الحرارة يد اللاعبين، لأن طبقوا باستماتة طبقوا تقريبا بالمسائل بحذافيرها باش يسون سورتي فيكتوريو، إيديو ميرسي، وكنشكر الله سبحانه وتعالى لأنه التعادل هاد الولاد مكانش هذا.